ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنحضر مع بعض الترمس بطريقه سهله جدا للمبتدئين، هينجح معاكي، هيطلع من غير مرار، هيطلع حلو جدا وسهل جدا وهيتعمل بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين كده عندي ده نص كيلو من الترمس، عايزه تجيبي كميه اكتر كميه اقل زي ما انت عايزه. انا جايباه هنا ترمس حلو، كيلو ترمس الحلو عامل 20 جنيه، انا جبت نص بس. ليه؟ عشان انا بحب اعمل نص يخلص اعمل غيره عشان ما يقعدش في التلاجة ينعم معايا. طب ليه جايباه حلو يا نينو؟ علشان العيد خلاص بعد بكره، كل سنه وانتوا طيبين، فما فيش وقت، فانا عايزاه يستوى معايا بسرعه. انما لو جبت المر لازم يبقى اجيبه من قبلها باسبوع او قبلها ب5 6 ايام علشان الحق ان انا اسويه واغير من عليه الميه عشان المرار اللي فيه يروح. فانا بحب الحلو وبيستوى معايا بسرعه وسهل جدا في عمايله وما بياخدش وقت. جبت هنا نص كيلو من الترمس، مسكته نقعته في ميه زي ما انتوا شايفين كده، نقعاه من امبارح، جبته من امبارح ونقعته. ليه جايباه من قبلها ونقعاه؟ علشان اول حاجه ينفش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حجم الترمسيه يزيد معايا بالشكل ده، دي اول حاجه. تاني حاجه كمان علشان اغير من عليه الميه، فلما بتغيري الميه من عليه كتير ما بيبقاش فيه اي مراره، تمام. تالت حاجه ودي مهمه جدا، احنا عارفين ان الترمس من البقوليات فبيعمل غازات وبيعمل تقلصات في البطن، فعلشان ما يبقاش فيه غازات ولا فيه تقلصات، فلما بتغيري الميه من عليه كتير وكذا مره، فبكده بتضمني ان الترمس بتاعك ما يعملكيش ولا التقلصات ولا يبقى فيه غازات، عشان احنا عارفين اي حاجه من البقوليات بتبقى كلها غازات. فكل ما بتنقعيها في الميه وبتغيري الميه من عليها كتير بيبقى ما فيهوش اي غازات ولا اي مشاكل مع الاكل، فما يعملش تقلصات ولا يعمل غازات في البطن، تمام. جبت هنا الترمس نقعته من قبلها بيوم، غيرت الميه عليه كل ساعتين بغير الميه عليه. النهارده بقى هنسويه، يعني انت بتجيبيه تشتريه تنقعيه في الميه وتغيري الميه من عليه كل ساعتين كده، تغيري الميه، تمام. تاني يوم بقى اللي هو النهارده هنبدأ ان احنا نسوي الترمس بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب حله كبيره هنحط فيها الترمس المنقوع اهو، طبعا شطفته تاني من الميه دي، الميه دي لسه حطاها عليه تاني اهو بالشكل ده كده اهو. طبعا هيحتاج ميه تاني، انا عايزه ميه تغطي الترمس بالشكل ده كده، هزود الميه. ليه بقى؟ عشان يغلي براحته والحله تكون كبيره عشان يغلي براحته، وان هو يروح ويجي ويتقلب في الميه براحته، والميه تغطيه علشان ما ينشفش وتلاقي الترمسيه نشفت منك. هنروح بقى نحط الحله بتاعتنا على النار، زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى الترمس عندي على النار بالشكل ده كده. هبدأ اني اعمل ايه؟ الم اللي بيطلع الابيض ده. ليه؟ لان هي دي الغازات اللي تبقى في البقوليات، فببدأ ان انا المها كده في طبق بالشكل ده كده اهو، ما تسيبهاش، لازم تشيليها اهو. لازم تشيلي الريم ده لان ده اللي بيعمل الغازات، فلازم تشيليه اول ما يطلع معاكي كده اهو. شايفين المنظر؟ زي ما احنا شايفين كده الترمس بدأ يغلي معايا، طبعا كل ما بيطلع ريم ببدأ ان انا اشيله. من اول ما يغلي كده ببدأ ان اظبط ساعتي على 25 دقيقة، لو المية قلت معايا ببدأ ان انا ازود مية سخنة مش مية ساقعة علشان ما توقفش سوى الترمس، يبقى بزود مية سخنة. لو لقيتها المية قلت اوعي تسيبيها تقل من عليها عشان ما ينشفش معاكي، لازم المية تفضل مغطية الترمس. هظبط ساعتي على 25 دقيقة لحد ما يستوى، وكل ما يطلع ريم بشيله، وبعد ال 25 دقيقة هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده بعد مرور 25 دقيقة طفيت على الترمس وهسيبه يبرد خالص، مش هلمسه دلوقتي نهائي، هسيبه يبرد خالص وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي ده بقى شكل الترمس بعد ما استوى، وطبعا طفيت عليه وسبته برد وكان عليه المية اللي احنا كنا غالينه فيها. هعمل ايه في الميه دي؟ قلبتها بعد ما بردت خالص، قلبت الميه وغيرتها وحطيت ميه تانية. عايزه تسيبيه في الميه التانية دي لمده ساعه كمان وتغيريها مره تالتة، مفيش اي مشاكل، المهم تغسليه كويس جدا من الميه اللي اتغلى فيها. ليه بقى؟ عشان الميه اللي اتغلى فيها بتبقى واخده المرار كله، واخده الغازات، واخده كل الحاجات اللي فيه، فلو سبتيها
فيه هتخليه مرر معاكي ويبقى فيه غازات، فلازم تقلبي الميه اللي عليه اللي احنا غليناه فيها تقلبيها وتغسليه كويس وتشطفيه كويس وتحطي عليه ميه جديده. تمام. بعد كده الخطوه دي هنعمل ايه؟ هنحط بقى الملح. لو مش عايزه تحطي الملح حطيه زي ما هو في الثلاجه، بس لازم يبقى عليه ميه كده، وكل طبق تطلعيه تحطيه عليه شويه ملح نفس الطريقه كده. عايزه تقسميه على اتنين وتحطي شويه عليهم ملح وشويه من غير عادي خالص. عايزه تدخليه بملح وكده يبقى جاهز، تحطي ملحك وتظبطيه وتقلبيه فيه وتحطيه في علبه وتدخليه الثلاجه. اهم حاجه الترمس يبقى متغطي وعليه ميه. ليه؟ عشان ما ينشفش، وما ينفعش تحطيه من غير غطا. لو حطيتيه في الثلاجه من غير غطا هيبقى معاكي مقدد كده. انا حطيت الملح بتاعي، طبعا انت بقى بتظبطي الملح بتاعك زي ما انت حابه. هجيب بقى علبه واحط بقى الترمس بميته، طبعا مش عشان يتملح بقى براحته، بس هحطه في علبه عشان تبقى ليها غطا وفي نفس الوقت ما تاخدش ايه مساحه معايا في الثلاجه. وزي ما انتم شايفين كده بقى ده الترمس حطيته كله في علبه. بصوا انا سبت عليه ميه مملح علشان يتملح فيها براحته وعلشان ما ينشفش معايا. عايزه بعد ما يتملح تفضيه من الميه دي وتسيبيه من غير ميه عادي، مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه تغطيه. بس الطريقه دي بتخليه الاخر ترمسايه بيفضل معايا زي ما هو، كل ما بحتاج باخد منه شويه، لقيت انه محتاج ملح بزود له ملح تاني، كل ما بيحتاج اخد منه شويه في طبق ويفضل عندي زي ما هو. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينا.